طيب هنا ايه شركه اسمها ايدج كون، الهول دي او القاعه دي هي الخاصه بيك، الشمول المالي، بنوك ودفع الكتروني وخدمات ماليه كلها، تمويليه وزاره العدل وبتاع، بارتنرشيب في البنك العربي الافريقي، هانيوال، شركه تكنولوجيا اتصالات، تكنولوجيا اتصالات ومعلومات، ايه ده كمان تشاينا كمان، انا قلت هم في قاعه اتنين بس مليين. الماركه اهي اسمها تياني، ماركة تياني، تياني هوم هارت تيليكوم، شركة اتصالات صينية، وده برضو بارتيشن كبير، اكبر بارتيشن كان لحتة واحدة، مجمعين فيه برضو اربع شركات صينية وحاطينه في قاعة واحد، بالاضافة لتلت قاعة اتنين بالكامل للشركات المملوكة للحكومة الصينية، الشركات الصينية الخاصة كمان. هنا تي واي تي الكترونيك، شركة تانية بقى، ودي اجهزة لاسلكي اهي، اوكي توكي، اجهزة لاسلكي، شركة اسمها شينزن برودمان نتورك، اوكي توكي، دي الاوكي توكيز بتاعتها، دي شركة اوكي توكيز برضو، مصورين لك اشكال الاوكي توكيز بتاعتهم. ايه ده جناح الشركات الوكي توكيز كلها؟ هو زي تي بي اس. جميل قوي، انا عاجبني قوي الثلاث اجهزه دول. كوميونيكيشن هو 4G و 3G و جي اس ام نتورك و ال تي اي. هاي ريزولوشن 2.4 انش، تاتش سكرين، اندرويد اوبريتنج سيستم، بلوتوث، واي فاي كومباتبل، جي بي اس لوكيتنج، ديسباتش، فرونت رير دبل كاميراز، ريموفبل لارج باتري، ان اف سي. ده الموديل اللي اسمه 3288 تي، وفي موديل اسمه كيو 889، وموديل اسمه كيو 3588 اس، شكله اغلى موديل. وده في قاعة واحد البلو ثيتر، المسرح الكبير اللي بتعقد فيه الاجتماعات والسيمينارات، والناس بتطلع على الستيج وتقعد تتكلم عن تجربها او مواضيعها او الاوراق البحثيه الخاصه بيها، بس ده للفي اي بيز يعني، اعتقد لازم تدخله بدعوات، مش اي حد يدخل يستمع، لا ممكن اي حد يدخل يستمع، اعتقد مش لازم انفيتيشن ولا حاجه يعني. اللي هيتكلم دلوقتي اعتقد اللي حاطينه في السكرين مدرستنا، اللي هم عندهم الثلاث قنوات التلفزيونية اللي بيشرحوا فيها المناهج، هو المحاضر بتاع دلوقتي، وفي جدول بينزل لك على الموبايل لو دخلت على الموقع بتاع المعرض، الموقع بتاع الاي سي تي 2023، في جدول بيطلع لك بالسيمينارات كلها والمحاضرات اللي انت ايه لو عاوز تحضر اي حاجة طول فترة المعرض. المعرض مستمر من يوم 19، او ابتدى يوم 19 امبارح، النهاردة يوم 20، مستمر لحد يوم 22، يعني لسه بكرة وبعده. ودي قاعة اخرى جنب القاعة، قاعتين كبار، دي بقى اسمها الجرين ثيتر، يبقى عندنا البلو ثيتر ودي الجرين ثيتر، المسرح الاخضر والمسرح الازرق، الاخضر والازرق كبار، ودي سي اكس او لونج، دي قاعة الفي اي بي، تقعد ترتاح هنا وتعمل اتفاقات هناك في قاعة تانية، دي بيربل ثيتر المسرح البنفسجي، دي قاعة واحد بقى. بتاعت البيزنس مان او بيزنس ويمن، كبار الزوار هنا في القاعة دي، والشركات الكبيرة والحلول المالية كلها متركزة اكتر في قاعة واحد، بس في النص برضه بعض شركات الاتصال كده، الاتصال وتكنولوجيا المعلومات. يعني دي القاعة نقدر نسميها القاعة المالية. أو في نص القاعة هو في هانيويل، شركة هانيويل وشركة مايكروسوفت، أو البارتيشن الخاص بمايكروسوفت. نحاول نكتشف شركات أخرى جديدة
استكمال جولتنا في قاعة واحد، نبص على الشركات الموجودة. تمويل والفاندز سيشيل، سي واي، سيشيل، سيشيل او سيشيل، وبعدين سيرفيس. الدلتا للأنظمة الإلكترونية، ملهاش علاقة بالتمويل والماليات والكلام ده، لكن موجودة في القاعة الأولى. يعني برضو في بعض شركات الاتصال القليلة في القاعة الأولى، إنما معظم الشركات اللي موجودة في القاعة الأولى شركات مالية وتمويلات وهكذا والبنوك، كل ما يتعلق بالمال. دي ألكان، دي شركة ألكان فاينانشال سيرفيس، سوريا، شركة اسمها ألكان، ألكان تيليكوم. ده المكان اللي في نص شركة ألكان اللي بيعملوا فيه سيشنز. بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وشركة كواليتي ستاندرد تكنولوجيا معلومات عشان التعاون المشترك في تنفيذ أعمال باستخدام تكنولوجيا معلومات وخدمات نظم المعلومات الجغرافية. زون صغيرة لتجمع اتش بي مع انتل. مزايا فين ده؟ طيب فين الاثنين؟ طيب ماشي، انت لوحدك كده؟ ايوه، زائد او ناقص 4. حلو، حلو البرنامج ده. ده برنامج فيه خاصية التعرف من ملامح الوش على شوية معلومات عنك. يعني هو دلوقتي بيعمل سكاننج لوشي وبيكتب لي البرنامج على الشمال العمر التقريبي ولون الشعر. كتب لي ان شعري اشقر مع ان انا اقرع. الشعر مش بسيط، الشعر بلوند وانا مفيش خالص شعر اصلا، مفيش شعر. وهنا هيدوير نو وجلاسز يوجوال، جلاس على نظارات عاديه الناس مش عارف ماشي. هو السن مظبوط تقريبا. سمايل اهو، هنا التراك اي دي والبيرسون، الطول بتاعه يعني ولا ايه الكواليتي؟ ده الكواليتي بتاعت الكواليتي بتاعت البيانات اللي هو مطلعها ممكن. حلو ماشي، حلو الفكره دي. تقنيه بتتعرف من الوش على شويه داتا خاصه بيك يعني. بالظبط كده. ده مكان في شركة هواوي، في المدخل في تقريبا رسام يبقى موجود على التابلت اللي هناك ده، وحد بيقعد على الكرسي هنا، الرسام بيرسمه وبيطلعه بصورة كاريكاتيرية زي الصورة اللي كانت موجودة في الشاشة. والناس بتحجز أدوار، الرسام بيتولى الرسم. تمرين الرسم 15 دقايق كل فيس.